السلام عليكم. الحوت من أذكى الحيوانات اللي موجودة على الأرض، عنده قدرات فريدة من نوعها، بيقدر يتحكم في عملية التنفس وأوقات النوم بتاعته بكل سهولة، بيتعلم بسرعة وبيتطور وبيساعد أصحابه لو حد فيهم محتاجه، وعنده خلايا عصبية نفس اللي موجودة عندنا، بيقدر من خلالها يفكر ويتعلم ويتألم ويفرح ويحزن ويكون عنده سلوك اجتماعي زينا. يلا بينا نعرف أكتر عنه. أنا محمد أسامة معاكم في النواة. حجم الحوت بيتراوح ما بين 2 ل 34 متر، ووزنه ما بين 220 ل 200 ألف كيلو جرام، ووزن قلبه تقريبا من 180 ل 200 كيلو جرام، أكبر ب 640 ضعف من قلب الإنسان. وفي أنواع منها بيوصل حجم جدران الشرايين في القلب حجم تليفون من نوع آيفون 6 بلس. عنده طبقة سميكة من الشحم ممكن توصل ل50% من وزن الحوت، بتحميه من المناخ القاسي والتغيرات اللي بتحصل دايما في درجات الحرارة. وبيتراوح متوسط عمر الحيتان من 80 ل90 سنة، وبيختلف على حسب نوعه. وبتمتلك الحيتان أكبر كتلة دماغية لأي حيوان على وجه الأرض بمتوسط 8000 سنتيمتر مكعب، تقريبا 8 كيلو جرام. بيقدر انه يتحكم في عملية التنفس عن طريق طرد الهواء من فتحة النفس في صورة نافورة قوية، بيستنشق بعدها هواء نقي في الرئتين، ممكن يوصل تقريبا ل5000 لتر من الهواء. وبتختلف اشكال فتحة النفس على حسب نوعه، في اللي عنده فتحة واحدة وفي اللي عنده فتحتين، بيقدر من خلالها انه يخرج الهواء. بتمتلك الحيتان 2 من الزعانف على جبهتها وزعنفة بالديل، وكل زعنفة فيها 4 صوابع، وبتعتمد في السباحة على زعنفة الديل ونص جسمها السفلي اللي بيدفعوها عبر المية في حركة مستمرة. وفي أنواع بتحب تخرج من المية لتقدر تتحرك بشكل أسرع، وسرعتها في المية بتتراوح ما بين 35 ل47 كيلو متر في الساعة، وبتكيف نفسها على الغوص لأعماق كبيرة، وبتقدر تتحكم في معدلات ضربات القلب لتحافظ على الأكسجين. عين الحوت صغيرة إلى حد ما بالنسبة لحجمه، وبالرغم من كده بتديله رؤية كويسة قوي، وعدسات الحوت والقرنية بتاعته بيساعدوه على تصحيح قصر النظر الناتج عن انكسار الضوء. وفي عنده خلايا عصوية ومخروطية بيساعدوه إنه يشوف كويس لما يكون كمية الضوء اللي جاية له قليلة. ومعظم الحيتان عندها عيون مسطحة وحدقات ضخمة، وبيقل حجمها لما تيجي تخرج من المية، وعندها غدد على كفونها وطبقة القرنية اللي بتعمل على حمايتها. الحيتان بتعمل أصوات مختلفة كتيرة، ممكن تكون عالية جدا على حسب نوعها، بيستخدموها علشان يتواصلوا مع بعض، ممكن تكون زي موجات السونار كده، وبتولد تقريبا 20,000 واط من الصوت، وبتقدر تقلد في بعض الأحيان كلام البشر بالرغم إن ده بيتطلب منها مجهود كبير جدا، وبيدل على وجود رغبة قوية جدا على التواصل مع البشر. الحيتان ما بتقدرش توصل للأرض لتحمي صغرها، علشان كده الأجنة بتاعتهم بيتولدوا من الديل الأول لتمنع الجنين من الغرق وهو بيتولد أو بعد الولادة. الحيتان بتمتلك غدد بتصنع الحليب، وبتضخ الحليب في فم صغارها لإطعامها، والحليب بيحتوي على كميات عالية من الدهون اللي هدفها تسرع نمو الشحوم، وبتفطم صغارها عند 11 شهر من العمر، وبتلد الأنثى صغيراً واحد فقط لفترة حمل بتوصل لمدة سنة تقريباً، وبتختلف مدة الرعاية بتاعته على حسب نوعه، ممكن تستمر لسنة أو سنتين، وبعدها فترة نضج من 7 لـ10 سنين، والإناث هي اللي بتشتال مسؤولية رعاية الصغار كاملة، والذكور ما بيشاركوش في أي دور خالص في رعاية الصغار. على عكس معظم الحيوانات فالحيتان بتنام وهي واعية عادي خالص، بس ما بتقدرش تتحمل فقدان الوعي لفترة طويلة لأنها ممكن تغرق بكل بساطة. علشان كده لما تيجي تنام جانب واحد من دماغها هو اللي بينام في كل مرة، وبتتمكن من السباحة والتنفس وتجنب أعدائها كل ده وهي نايمة. الحيتان من الحيوانات المفترسة الآكلة للحوم، وبتعيش في مجموعات مع بعضها لتقدر تحافظ على صغرها وتحميها من أي خطر أو أي مفترس. وبتعاني الحيتان من تهديدات كتيرة قوي، وبالرغم من محاولات البشر المستمرة للمحافظة عليها وحمايتها من الانقراض، بس في أنواع اختفت فعلا وفي أنواع تانية مهددة بالانقراض، ربنا يسترها عليهم.
ولو حابب اننا نتكلم عن حيوان معين ما تنساش تقولنا عليه وتقولنا رايك في التعليقات، ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.